انا حابه الموضوع. الناس يعني الناس بجد علاقه ولاء وطارق انا حباها جدا لانها علاقه بريئه جدا، وبجد ما فيهاش حاجه غير ان هما اتنين شخصين بيحبوا بعض فقط لا غير. في مشاكل وفي، بس ما فيش نوع. ساعات الناس بتبقى مع بعض الاغراض الشخصيه، ولكن هما مع بعض عشان هما بجد بيحبوا بعض ومحتاجين بعض وعايزين يبقوا مع بعض. في مشاكل حواليهم، ولكن بغض النظر عن ده بيبو بيساعدهم، هما لسه مع بعض ولسه بيحبوا بعض. هنشوف ايه اللي هيحصل بقى بعد كده.